ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وإلى موضوع وصلني بالأمس من خلال مجموعة من الطلبة والطالبات، بالتحديد في بولندا. هم منتسبي إلى جامعة وارسو التقنية، مبتعثين من قبل السلطنة. عندهم حكاية وبنسمع حكايتهم، وبنشوف كذلك كيفية مساعدتهم من خلال برنامجنا قهوة الصباح، إما التواصل مع الجهات المعنية أو ممكن نشوف حل للقضية اللي هم بيطرحونها. معنا شيماء الجهورية، وهي إحدى الطالبات المبتعثين من قبل السلطنة. صباح الخير شيماء. صباح النور، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أنا وصلتني رسالتكم أمس، فياليت بس تعطيني فكرة عن الموضوع، وبعدين بنطرح النقاط اللي أنت ذكرتي لي إياها. نحن طالبتين بنتكلم في الموضوع. اي تفضلي. مين معي بيكون بعد غيرك يا شيماء؟ خلود الحدفي. خلود، تفضلي. نسمعك يا شيماء. مغتربين تتلاطم بنا أمواج الإهمال والكثير من اللامبالاة. يا وطن بما تكلنا على من لا يبالي. يا وطن غادرنا كل ما يحتويك من أهل واطمئنان بالبحث عن تشريف لكل أركانك. لما يا وطن ها قد أكملنا عاما واستقبلنا عاما الجديد بنفس المشاكل ولم نتلقى أي ردة فعل من الجهات المعنية. هل نحن نطالب بغير المعقول أم نطالب بما لا بما نعانيه فقط؟ اغتربنا من أجلك يا وطن، من أجل أنفسنا، من أجل أهلنا. اغتربنا ما نوينا البعد ولكن لطموحنا أمنيات. لا يخفى عليكم أن موضوع معاناة طلبة بعثة بولندا ليس وليد اللحظة، وإنما هو موضوع تم مناقشته مسبقا مع الجهات المعنية ولم يلقى أي اهتمام. لا ندري هل هو موضوع لا يليق بمستوانا نحن كطلبة أم أنه فوق إمكانيات وزارة التعليم العالي، ونحن كطلاب مبتعثين لجمهورية بولندا لا نطالب من فراغ، وإنما نستند إلى أدلة وضوابط تثبت صلاحية وأحقية ما نحن ماضون إليه. ممتاز. وكما يجهله الكثير أن اللغة الرسمية والأولى للجامعة والدولة هي اللغة البولندية، واللغة الثانية هي اللغة الروسية. كما أشار مسؤول وزارة التعليم العالي في إحدى الاجتماعات في وزارة التعليم العالي قبل قدومنا إلى بولندا أن نسبة المتحدثين باللغة الإنجليزية هي 70%، فأين اختفوا جميع المتحدثين باللغة الإنجليزية؟ من خلال معايشتنا للوضع فأنا أحكم أن نسبة المتحدثين باللغة الإنجليزية نسبة ضئيلة قد لا تفوق 20%. منذ لحظة وصولنا لجمهورية بولندا ونحن نعاني من مشكلة عدم التخطيط المسبق لهذه البعثة، باختصار تخطيط فاشل من وزارة التعليم العالي. اختيار الوزارة لبولندا اختيار عشوائي. عدم وجود سفارة بولندية في عمان، مما ترتب على هذه المشكلة تأخرنا العام الماضي شهر كامل عن الدراسة بسبب تأخر التأشيرات في الرياض. كما وكلت الوزارة التعليم العالي مسؤول لقيام بواجبه اتجاه الطلبة كوننا نحن أول بعثة لبولندا، لكننا لم نرى هذا المسؤول أبدا ما عدا عند استلام الجوازات قبل السفر في المطار وقبل عودته لعمان لاستلام فواتير الفندق. النقطة الثانية تكمن في عدد الساعات الدراسية للعام الماضي، حيث كانت عدد الساعات 3 فقط في اليوم، حيث تعتبر عدد الساعات غير كافي في دولة لا يتقن شعبها اللغة الإنجليزية أولا، بالإضافة إلى أن لغتنا نحن الطلاب لغة ركيكة تحتاج إلى تكثيف. وسبق أن وافينا الوزارة عن هذه المشكلة عند قدومها، وأكدت مستشارة الوزارة أن عدد الساعات غير كافي في بلاد لا يتقن شعبه الإنجليزية. ممتاز. أنا بالإضافة إلى موضوع بعد إذنكم أنا أول شيء أحييكم على الدباجة اللي أنتم قدمتوها وحسستوني كذا بالتحضير لهذا الموضوع، ولكن أنا عشان كسبا للوقت شيماء وخلود الحين أنتم عشان بس المشاهد اللي قاعد يسمعنا وكذلك قصد اللي يشوفنا والمستمع اللي قاعد يسمعنا عن طريق موجة الاف ام 106.5، خلينا أعرف النقاط. أنتم عدد الطلاب المبتعثين 21 طالب؟ لا نحن عددنا 21 العام الماضي، وهذا السنة بعثوا 7 طلبة. 7 طلبة يعني كلكم 7 طلبة. 27 عشان بس أنا بحاول أوضح النقاط. أنتم تدرسون، المفروض أنكم رايحين من قبل السلطنة أنكم تدرسون في جامعات بتقدم لكم الدراسة باللغة الإنجليزية، صحيح؟ أيوة، في القبول الموحد لغة الدراسة في بولندا هي الإنجليزية. كذلك ما أشار إليه مسؤول بعثة بولندا أن عدد المتحدثين على هذه اللغة 70%، لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما. خلونا الحين بس أنا أستشف منه عندكم بعض النقاط. خلود وشيماء، أنتم تمثلون مجموعة من الطلبة الموجودين هناك الحين، المشاكل عددوا المشاكل بهدوء بدون الدباجة اللي أنتم قاعد تذكرونها.
نقطة نقطة، أول مشكلة إيش هي؟ لغة التدريس هي لغة اللغة الدراسة. الإنجليزية المختلطة. خلاص واضحة، لغة الدراسة. النقطة الثانية؟ سفارة، عدم وجود سفارة في بولندا. عدم وجود سفارة أو قنصلية للسلطنة في بولندا. غيره؟ أيوه. موضوع التأمين الصحي. ما في عندكم تأمين صحي؟ أبدا، تأمين وجودك عدمه. يعني في تأمين ولكن وجودك عدمه، بمعنى؟ هذه السنة لا، هذه السنة ما في أبدا تأمين، ما في بس للعام الماضي كان في تأمين صحي، لكن لا يحق للطالب من خلال العلاج إلا عن الزكام والحمى فقط، والتأمين لا يشمل فترة الإجازات، حيث أن التأمين يشمل فقط من بداية الدراسة إلى نهايته. ممتاز ممتاز. إذا التأمين الصحي كان السنة الماضية، أما هذه السنة ما عندكم تأمين صحي. النقطة الرابعة؟ ما عندنا أبدا. النقطة الرابعة؟ عدم دراسة السنة التأسيسية، مع العلم أن جميع الطلبة المبتعثين بالخارج يدرسوا السنة التأسيسية بعد اللغة مباشرة، والسبب أن إدارة الجامعة وسياستها أنه ما يكون في سنة تأسيسية. لا ما عندهم، ما عندهم. لأن جميع الطلبة البولنديين يدرسوا السنة التأسيسية ويجتازوها في الثانوية. فيعني الطالب اللي يعني مثلكم على طول يدخل على الجامعة من أول سنة، ما في سنة تأسيسية أو تحضيرية بالاسم. بالضبط. بالرغم أن دراسة اللغة للعام الماضي كانت عندنا ركيكة جدا، ما تأهلنا أن نحن ندخل تخصص. لا ندري على أي أساس قمنا بدراسة التخصص بدون دراسة الفاونديشن. ممتاز ممتاز. أنا ليش قاعد أبغاكم تقولون النقاط بهدوء واضح العنوان؟ قلنا هذا النقطة الرابعة، ما في سنة تأسيسية، وبالنسبة لدراسة اللغة في البداية تكون ركيكة ما تأهلكم في اختيار التخصص. النقطة الخامسة، وجود مادة الرياضة كمادة أساسية وتدرس باللغة البولندية. لا ما فيها لغة إنجليزية نهائيا. ما أبدا نهائيا. ممتاز. اللي بعده، تعتبر مادة أساسية. زين. النقطة السادسة، مشاكل في الخدمات والمؤسسات العامة، لأن الشعب لا يتحدث الإنجليزية، فإذا مرضنا العلاقات الاجتماعية المجتمع مع المجتمع هنا. بس انزين، أنا في معلومة أبغى أعرف مدى صحتها، رسوم الدراسة هل متوقفة عندكم أو متأخرة؟ متأخرة. لم يتم الدفع، الوزارة لم تدفع للجامعة حتى الحين. أها. ونحن نعتبر مطرودين من الجامعة من تاريخ 30 شهر 11/2013، هذا قانون من الجامعة. لا في رسالة. ونحن عندنا كل الأدلة اللي تثبت أن الوزارة لحد اليوم ما دفعت للجامعة. لا إذا معك خلينا شوي بهدوء، أنا لا الحين أنا صاير همزة وصل فقط. هل جتكم رسالة من قبل الجامعة يا الطلبة مذكور أسمائهم 1 2 3، أنتم حاليا غير منتسبين الجامعة لعدم وجود الرسوم الدراسية؟ هذا يعتبر قانون من قانون الجامعة. اي فاهم. قبلنا فيه بداية العام الدراسي. معك خلو، أنا ما قاعد أناقشكم، بس أنا أبغى أستوضح، هل قالوا لكم هذا الكلام الجامعة ولا لا؟ نحن مضربين عن الدراسة أصلاً. ليه؟ ما نحضر الجامعة. ليش ما تحضرون؟ لأن وجودنا في الجامعة كعدمه. نحن حضرنا السنة الماضية كامل، وحضرنا بداية هذا العام شهر وأسبوعين. أولاً ما في كتب باللغة الإنجليزية. ممتاز. المعلمين يشرحون باللغة البولندية. ممتاز. وبعضهم باللغة الإنجليزية الركيكة. حلو. فكيف للطالب يفهم اللي هم يعني يشرحوه؟ زين 27 27 طالب. معليش شيماء وخلود بالهون علي، 27 طالب كلهم مضربين عن الجامعة ولا بعض الطلبة؟ لا بالفعل جميعنا مضروبين عن الدراسة. ممتاز ممتاز ممتاز. 27 طالب، بعضهم يدرسون لغة وبعضهم تخصص. ممتاز. في نقاط ثانية تبغون تقولون لي اياها عشان بعدين بقول وجهة نظري؟ ايوه قولي. أول شيء كذلك عدم وجود الأمن في الدولة، حيث أن نسبة العنصرية فيها 95%. بالإضافة على عدم وجود الحلال، لكون بولندا لا تسمح بدخول أكل حلال إليها. ممتاز، واضحة الصورة، واضحة. خلاص يعني هو المجتمع غير متوافق معكم أنتم كطلاب. إيش بعد؟ وكذلك أريد نتحدث عن إهمال المسؤولين وتطميشهم لأولياء الأمور. ممتاز، أنت على النقاط اللي ذكرتوها ما أعتقد في أكثر من كذا إهمال، بس كفي، هذا بس بالحالة ملف بالحالة. عموما شيماء وخلود أنا أشكركم كثير أنكم تواصلتوا معنا وعطتونا، وأنا حاولنا بقدر ما كان أعطيكم مساحة كافية عشان تشرحون الموضوع اللي أنتم فيه. يمكن أنتم مجموعة من الطلبة ما يندرى، يمكن في طلبة ثانيين بعد يعانون من نفس المشكلة. أتمنى أول شيء الله يعطيكم الصحة والعافية. أتمنى بس نتمنى أن أصواتنا توصل للوزارة ونشوف اهتمام من الوزارة. نحن عايشين الحين في غربة، ما قادرين أبدا، لا نحن ندرس مثل الناس ولا شيء، يعني
جالسين في الدولة معلقين. زين فكرتوا ترجعون للسلطنة؟ فكرنا نرد للدولة العمان، بس الوزارة تقولنا انتظروا لتأشيراتهم. وصلنا أمس خبر من بعض أولياء الأمور، تفاجأنا أن الوزارة لحد اليوم ما مطية تأشيرات. ولما كان أولياء أمورنا يروحوا الوزارة كانوا يخبروهم التأشيرات في السعودية. ولا لما يطلبوا مقابلة بعض المسؤولين يقولوا أن هذا المسؤول غير موجود. ممتاز. أنا اللي عارفة أن هذا المسؤول إذا كان مشغول أو يعني ما فاضي يكون في له بديل. نائب. يعني هل تستغرق التأشيرات أكثر من أسبوع؟ أم يعني أن الأمر أنا ما يمكن الوزارة شيء أصلاً؟ خلينا نكون على النقاط القوية. موضوع التأشيرات أنا ما قاعد أستهين فيها، موضوع قوي جداً، ولكن أنتم بالنسبة لموضوع الدراسة أنكم بتدرسون اللغة، أنتم ما قاعد متهيئين لها بشكل جيد، وضعكم مع الجانب الجامعي نوعا ما متذبذب مش واضح، ولا وفي نفس الوقت إذا إجراءاتكم تواصلكم مع كان كقنصلية. بس المشكلة نحن عام الماضي راح كامل علينا، وبعد تاريخ 20 راح تتوقف الحياة في بولندا، راح تكون بداية إجازة الكريسماس. ممتاز. فبالتالي إذا الوزارة أصلا ناوية أن تغيرنا دولة، متى راح تغيرنا؟ 20 أنتوا رايحين، أنتوا الحين محسوبة عليكم بعثة ولكن ليست ببعثة. بس يعطيكم العافية. عموما شيماء بالفعل شيماء وخلود أشكركم كثير، أشكركم على ساعة الصدر، أشكركم على ثقتكم أنكم تتواصلون مع برنامجنا قهوة الصباح. إحنا بدورنا من خلال برنامجنا بنقدم دعوة للإخوان في وزارة التعليم العالي أن أحد من المسؤولين المختصين في هذا الموضوع يكون معنا هنا داخل الاستوديو لنقاش هذا الموضوع، وبنفتح باب الاتصال. أيضا أحب أقول أن في برنامج مخصص تحت مسمى استوديو الشباب بتكون له مساحة يفرد لهذا الموضوع مساحة كبيرة لنقاشه ووضع النقاط على الحروف. أتمنى نقدر نحصل إجابة إن كانت عندنا في برنامج قهوة الصباح أو كذلك نحصلها في برنامج استوديو الشباب. شكرا لشيماء، شكرا لخلود، اشكركم على هذا البرنامج الذي يتاح لنا الفرصة لإيصال أصواتنا ومعاناتنا للمسؤولين في وزارة التعليم العالي. متمنين من كل مسؤول على أرض هذا الوطن الغالي أن يجعل اهتمامه منصب في المحافظة على المسؤولية الملحقة على عاتقه التي أتمنى عليها أمام الله سبحانه وتعالى. شكرا شكرا يا خلود، وأنا قلبي معكم، بس من خلال الكلمة احنا نقول لكم الله يعطيكم الصحة والعافية وطمن أهاليكم يا رب، وإن شاء الله ترجعون لنا سالمين غانمين تفوقين في دراساتكم وحاملين معكم كل الشهادات النجاح. وزي ما قلت لكم الرسالة الحين في بوابة وزارة التعليم العالي. فاصل وراجعين.